محاربة التمييز في الاستخدام والمهنة شكل محور للقاء جهوي بالرباط من تنظيم وزارة التشغيل والتكوين المهني بتعاون مع مكتب العمل الدولي. وتناولت أشغال الملتقى المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والمساواة بين الجنسين ومخططات العمل الوطنية في مجال محاربة التمييز. L'atelier a pour objectif de sensibiliser et de se familiariser sur هذه الورشة تهدف إلى التحسيس والإخبار بالاتفاقيات حول التمييز في الاستخدام والمهنة، وخاصة الاتفاقية حول التمييز والاتفاقية حول المساواة في الأجور. هدفنا هو تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في محاربة التمييز في الاستخدام والمهنة. Un autre objectif, c'est de partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de lutte contre la discrimination dans l'emploi et la profession. اللقاء يروم تطوير المعارف حول مختلف أشكال التمييز ووضع الاستراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بمحاربتهم.